ها عربي، بالنسبة لآدم اللي انت جايبنا علشانه فين؟ فين؟ والله يا باشا انا يعني كنت سايبه هنا وجيت جبتكو وادينا جاي معاك اهو. وحياة ماما هفرمك. واحنا عيال صغيرة معاك ولا ايه؟ ما تعرف تعالى يا باشا. انا والله العظيم ما اعرف اي حاجة يا باشا. انا الورقة دي لقيناها لك ومدينه في اوضة النوم جوه، مكتوب فيها طول عمرك خاين يلا يا عربي. ما هو اللي يبيع عياله ومراته وبلده مش هيغلى عليه صاحبه. البس يا صاحبي يا بتاع اسرائيل يا معفن. ايه ده يا عربي؟ خرب بيتك يا كده. تبقى وضحت يا باشا، كده تبقى وضحت. طالما ادم ساب لي جواب كده يبقى اكيد هرب. هرب والله يا باشا. اسرائيل يا باشا. انت وادم بتكتبوا بعض جوابات ولا ايه؟ انتوا لسه فترة خطوبة؟ لا والله يا باشا، ده ادم شكله كده بيهزر. ما تقدرش يا انت. بقول لك ايه يا عرب؟ بقول لك يا حبيبي، بصيلي بصيلي. ما تبص يا انا. ما بصيتش اهو يا باشا. بقول لك ايه يا حبيب قلبي، انا استريحت لك والله، استريحت لك وحبيتك على فكره. بس قول لي بقى يا عربي، ايه موضوع اسرائيل ده؟ ايه موضوع اسرائيل؟ مش اسرائيل يا باشا، ده انا. يعني انت جاسوس يا عربي؟ يا باشا لا، جاسوس جاسوس يا باشا. ما تثبت يا انا، اثبت يا باشا. ادم بيهزر، انا كنت جاي ابلغ عنه عشان كده رامي. بيهزر وارب، انا ذنبيه. بيهزر يا حبيب قلبي. والله بيهزر يا نادر. هات لنا بالعربي انجليزي فرنساوي دوت علشان يشوف الهزار اللي على حق عادل. بيتك يا ادم اخرب. يا ادم ايه ياض يا فرغالي، ما جبتليش الحتتين الحشيش اللي قلت لك عليهم ليه؟ امال هتجيبهم امتى؟ طب اقفل اقفل كده يا فرغالي، اقفل. خد يا تروح فين؟ انت مين انت؟ انت مغطي وشك ليه؟ ما تكشف وشك كده. تعال احفل. حصل لبنتنا يا جورج؟ كويس اللي جات على كده. دي البنت جاية منهارة وخايفة، كلها يومين وتهدى. انا مش عارفة انت ازاي مطمن كده كل اللي بيحصل حوالين ده، ما تقلقش. انا مطمن بالرب يا ستي، اطمني. واضح ان بكرة هيبقى احلى من النهاردة. ازاي بس في وسط الضلمة اللي احنا فيها دي؟ وسط الضلمة دايما بيبان بصيص نور. مش فاهمة. أصل الدكتور أمير واضح جدا إنه قلقان قوي على نانسي. مين مش قلقان عليها؟ كلنا قلقانين عليها إلا أنت. أنا؟ ده أنا أكتر واحد عايز يطمن عليها مع الإنسان اللي يقدرها ويحبها. هو ده وقته؟ إحنا في إيه ولا في إيه؟ مش هنخلصها من المصيبة اللي هي فيها؟ ده في مجرمين كان جايين يقتلوا بنتنا يا جورج. الظروف والأقدار ما بتجيش مترتبة يا سيسيل. نانسي هتخرج من الموضوع ده على خير، وأمير هيطلبها للجواز. لا يا حبيبي، انت الظاهر بتخرف من كتر الضغوط عليك. الواحد ما بقاش قادر يتكلم معاكي كلمتين. مش وقته يا جورج، قلقانة على بنتي، خايفة على نانسي يا جورج، خايفة على نانسي. اطمني اطمني، صليلها عشان ربنا يسترها معاها. يا شيخ آدم،
السلام عليكم ورحمه الله يا ابني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت غريب مش من هنا، انت منين وايه اللي مبهدلك كده؟ انا فعلا يا عم الشيخ مش من هنا، وجيت هنا عشان استخبى. استخبى؟ الا بس انت يعني شكلك مش غريب عليا. تلاقيك شفتني في الجرايد ولا التلفزيون. الله، هو انت من المشاهير؟ بقيت من المشاهير، كلهم بيدوروا عليا. هم مين دول؟ بص يا مولانا، انا مش هكدب عليك، عشان احنا في بيت ربنا، وعشان انا بجد تعبت وعايز احكي. احكي يا ابني، قول كل اللي انت عايز تقوله. انت زي ابني وهنا بيت ربنا، يعني انت في امان. انا مولانا البوليس بيدور عليا ومتهم في جريمه قتل كبيره قوي. قتل؟ ايوه يا عم الشيخ، قتلت. قتلت دفاع عن النفس ودفاع عن انسان لا اعرفها ولا تعرفني. بس عرفتك. بس قسما بالله مولانا، انا لا ارهابي ولا اللي بيكتب عليا ده حقيقي. شوف يا ابني، انت وجهك سمح وانا حاسس انك مظلوم. سيماهم في وجوههم. ربنا يخليك يا عم الشيخ، يعني انت مصدقني؟ الله اعلم يا ابني، بس انا مطمن لك. المهم انت هتعمل ايه؟ انا همشي بقى مولانا، عشان وجودي هنا ممكن يجيب لك مصيبه. مش لما تعرف الاول هتعمل ايه؟ والله ما انا عارف هعمل ايه. خلاص يا ابني، خليك هنا ببيت ربنا لغايه ما تدبر امورك، وباذن الله ربنا يعمل الخير. بجد يا عم الشيخ؟ طبعا يا ابني بجد. الله يبارك لك، الله يبارك لك. شوف يا ابني، اذا كان معاك الحق ارمي حمولك على الله، هو بس اللي عارف ازاي يحلها وامتى. ونعم بالله. انت بقى يا ابني دلوقتي تقوم تغسل وشك، وانا هروح اجيب لك غيار من عندي عشان تلبسه وتفوق كده وتريح نفسك، وناكل لقمه مع بعض. بسم الله. كتر خيرك يا مولانا. ايه؟ ادم متجوز هنا؟ اه، راحت له في السر واتجوزته على سنة الله ورسوله طبعا. يا رب يسترها معاك يا ادم يا اخويا. امين يا رب، امين. اه، عشان كده عم عبيد طرمخ على الموضوع فجأة. تقول حاجة؟ لا 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 ابدا ولا حاجة. اه يا ادم يا ابن ال ماشي، اللي ما عرفتش اخده من هنا هاخده من بطة اختك، وحصرك عليها زي ما حصرتني على هنا خسيس. بقولك ايه يا بط؟ ايوه. في ايه؟ ما تجيبي قطه. نعم. في ايه؟ عادي، بس كنا فقراء بس عايشين وراضين بفقرنا، كنا متدافين مع بعض، كنا رافعين راسنا بالحلال رغم انه كان قليل. يا ترى خلاص اتفرقنا؟ دي بقت نهايتنا؟ مالك يا بطه؟ فيك ايه يا حبيبتي؟ مالك يا طاقي؟ في ايه؟ الحقيني يا ابو، الحقيني. مالك يا حبيبتي؟ اتكلمي. دي سيدي عامل فيك ايه الوقت ده؟ انطقي. حاولت هجم عليا، ضربته على راسه وطلعت اجري. خلاص لحمنا بقى سهل لاي كلب جعان بالشكل ده. يا اما انا لازم اخد حقي منه واعرفه مقامه. يا ما حذرتك منه، قلت لك ما تروحيش، ما سمعتيش كلامي. وادي النهايه، المره دي ربنا سترها معاكي. استرها معانا يا رب، يا رب استرها معانا، احنا ولا مالناش غيرك يا رب، مالناش حد غيرك يا رب. نعم، يعني ايه تسقط؟ ده اسلم حل ليا انا ومنال يا بابا. اسلم حل؟
يا اخي اتقي ربنا، خاف ربك، حرام عليك. ربنا ما يرضاش نخلف عيال ونظلمهم معانا. يعني عشان ما نظلمهمش معانا نقوم نقتلهم نخنقهم بايدينا دي؟ مش احسن ما نخلفهم ونكون السبب في عذابهم ونعيش العمر كله قلبنا بيتقطع عليهم؟ يا اخي خلي عندك ايمان بالله، كل واحد فينا اتخلق في الدنيا دي مش هياخد غير نصيبه اللي ربنا كتبه له. اسمع يا هشام، ما تفتحش ودانك للشيطان وما تخربش بيتك بايدك. ما تقلقش، شيطانها سبق وخرب علينا الدنيا كلها، وبعدين انا بجد مش عاوز منها عيال تاني. شوف يا هشام، انت اذا فضلت مصر على موقفك ده انا هقطعك طول عمري. يا اخي يا اخي انت محسسني ان مش انت هشام ابني اللي انا ربيته، هشام اللي انا ربيته على الطيبه وعلى الاخلاق. فين سماحتك يا اخي؟ السماحه مع اللي يستاهلها يا بابا. السماحه؟ السماحه هي السماحه مع كل الناس، مع كل الناس حتى اللي انت زعلان منهم. وبعدين اصبر شويه يا اخي وخلي عندك ايمان بالله، مش يمكن العيل اللي هيجي دوت يصلح بينكم؟ ما احنا جربنا قبل كده يا بابا في هايدي، واديك شايف اللي حصل. يا بابا انا ما عنديش استعداد ان انا اخلف عيال تاني واعذبهم واعيش عمري كله بتعذب علشانهم. انا مش قادر استحمل. حول ولا قوة الا بالله، ولا حول ولا قوة الا بالله. جيجا هرب وملوش اي اثر، حتى سايبر ما بيروحوش ولا بيدفع ايجاره لصاحبه. مالك ساكتة ليه؟ واضح ان الامل ضعيف قوي، او تقريبا مفيش امل. ليه بس بتقولي كده؟ هو معنى ان جيجا مختفي يبقى خلاص مفيش امل؟ اولا مهمه القبض على جيجا دي شغلتي انا، مالكيش دعوه. ما هو المشكله الاكبر اللي انت ما تعرفهاش ان جيجا مسح قدامنا الفيديو وضيع دليل براءه ادم في لحظه. انت بتقولي ايه؟ هو ده اللي حصل، وانا من ساعتها مش عارفه اعمل ايه. معلش برضو لازم يبقى عندنا امل، مش جايز نلاقي الهارد الاساسي ونعمله ريكفر؟ المهم دلوقتي لازم نقبض على جيجا في اسرع وقت. طب هنوصل له ازاي؟ مش عارف. في حد من اللي كانوا معاه تقدري توصفهولي؟ اه في صاحبه ده اللي اسمه منصور، ده كان شكله سوابق وعنده علامه في وشه وعلامه الناحيه الثانيه. بص هو شكله ما يتنسيش، انا لو شفته اعرفه. حلو قوي، انا هبعت اجيب لك دلوقتي 4 5 6 فايلات فيهم مليون واحد سوابق، عاوزك بس تشاوري لي عليه، وان شاء الله في اقل من يوم هكون ماسكه. مالك يا عبد؟ مهموم، مهموم قوي وقرفان من نفسي قوي. ليه يا ابني بس؟ في اتحطيت في موقف زي الزفت، ومراتي سابت لي البيت وطفشت. ايه ليه؟ انت زعلتها ولا حاجه؟ زعلتها؟ ده انا قهرتها، ظبطتني باخونها يا معلم. الله يخرب بيت امك، حظ المنيل خلاها تقفشني وبقت فضحت بجلاجل. مش مصدق ان احنا اتجوزنا. لا صدق يا ادم، احنا عملناها بجد. هيكونوا فين بكره؟ طول ما احنا مع بعض ما تخافش من حاجه خالص مهما حصل. نفسي اعرف بس انت بتفكر ازاي. واحد زي في ازمته المنيله دي مفيش ولا واحده تفكر ان هي حتى تقرب منه مش تتجوزه. ده لما تبقى الوحدة دي بتفكر بعقلها وبتحسبها بالورقة والقلم. امال انت بقى بتفكر ازاي؟ بفكر بقلبي ومبحسبهاش خالص. هي ادم الجواز نصيب. لك كده ولد حليوه زي ابوه هتسميه ايه؟ بص انا في الولاد بحب اسم عمر ويوسف.
ايوه حضرتك سياده العقيد سيف سليم الحديدي؟ ايوه اتفضل امضي لي هنا. امضي لك على ايه؟ ده اخطاب ميعاد جلسه الخله اللي رفعتها زوجه حضرتك السيده سهام سامح امين. لو سمحت اتفضل استلم وامضي لي هنا. طب انت ما شفتنيش. يعني ايه ما شفتكش؟ يعني ما شفتنيش وليك الحلاوه. حلاوه ايه يا استاذ؟ انا راجل محترم. انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ هتمضي ولا اروح اسلم الاخطاب في مكان عملك؟ استنى يا بطل. ما تقفليش الباب انا عايز اتكلم معاكي. عايز ايه يا مرزوق؟ احنا مش خلاص فضيناها سيره؟ لا ما فضيناهاش يا بطه. احنا من ساعه ما بعدنا عن بعض انا حاسس ان في حاجه كبيره قوي ناقصاني. بلاش يا مرزوق. بلاش لا تندم في يوم انك اخترتني انا واهلي وضحيت بمستقبلك. انت مستقبلي يا بطه. وان شاء الله هتكوني ام عيالي ودنيتي كلها. لا مش انا اللي اتقرطص وتاكلي البلوزه. أنا شوقي، شوقي يا حنان. كل ده عشان جيت أقولك إني حامل منك؟ وش ضمني إنه مني؟ أنت اتجننت يا شوقي؟ لا أنت اللي اتهطلتي. عيل إيه وحمل إيه؟ إحنا ماشيين مع بعض يا حنان مش متجوزين. اعتبرها فرصة عشان نصلح اللي بينا ونتجوز. أنا ما بتجوزش واللي في بطنك ده هتنزليه. يعني كنت بتضحك عليا وما كنتش بتحبني؟ أحبك وأنت فاضية من غير عيال ولا جواز. نمشي لنا مع بعض يومين تلاتة وبعد كده كل واحد يروح لحاله. بس كلامك ليا الأول ما كانش كده. كنت بضحك عليكي، تقومي تدبسيني في عيل أنا مش أبوه. بقى كده يا شوقي؟ ماشي، بس وحياة ده لا هندمك على كل كلمة قلتها. أعلى ما في خلك اركبيها يا روح أمك. ويلا بقى من هنا ما أشوفش خلقتك تاني، فاهمة ولا لأ؟ فاهمة يا شوقي، فاهمة. شكلكم البلاوي. ما رحتيش للدكتور عشان تعملي العملية؟ خايفة، حاسة اني هعمل حاجة غلط. الغلط انت عملتيه من زمان، فمش غلط انك تكملي بغلط. انا مش هقدر اعمل كده. مش عايز عيال منك. ايه؟ هو بالعافية؟ انت حر. هتروحي تعملي العملية يا منال ورجلك فوق رقبتك غصب عنك. مش هروح يا هشام. وإذا كنت أنت قاسي وقلبك حجر أنا مش كده. ولا عمري هكون كده. القسوة دي احنا اتعلمناها منك. جاية دلوقتي ترجعي في كلامك؟ غلطت مش عايزة أكمل في الغلط. ده ربنا يا شيخ بيسامح. وانت العبد مش عايز تسامح؟ ربنا بيعفو وبيسامح عشان ربنا اكبر حاجة، لكن انا مجرد عبد من عباده، بني ادم يعني مش كامل. وانا سبق قلتها لك قبل كده وحذرتك، انا مش هسامح في حق بنتي ومش هسمح لك يا منال انك تعذبيني بطفل تاني. الله اعلم هتعملي فيه ايه لما يجي. كفايه بقى يا شيخ، كفايه. حرام عليك يا هشام، انت بتعمل فيا كده ليه؟ كفايه بقى. عيطي ده اللي انت فالحه فيه. يا ربي بقى كفايه. يا رب ايه العصبيه اللي انت فيها دي يا ابني؟ ما تفهمني في انا إيه؟ هتعمل معايا كده ليه؟ في ايه بس؟ فهمني يا ابني. الهانم بعت لي محضر يسلمني ميعاد جلسه الخلح. وهتعمل ايه يا ابني؟ قسما بالله لا ندمها ندم عمرها. لا يا ابني، ولاد الناس مش لعبه، زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. معروف غصب عنها هتفضل مراتي طول العمر. بس هي مش عايزه كده يا ابني. بس انا بقى عايز كده. هي مش عارفه مصلحتها فين. مصلحتها معايا. مش يمكن يا ابني لو طلقتها بالمعروف هي ترجع لك بخاطرها؟ ويمكن ما ترجعش وابقى خسرتها. دي حلم عمري. انا بحبها قوي.
خايف أدمرها وأدمر نفسي، خايف. ازيك يا عم عوضي؟ ازيك؟ معلش بس ساعدني نزل هايدي العربية. عموني تأمريني يا ست هان. كده قوي يا عم عوضي. تأمرين يا ست هان. السلام عليكم. سبحان الله، معقول دي الست منال بتاعتنا؟ ربنا يهدي من يشاء، ربنا يشفي لهم بنتهم يا رب. تصدق انك صعبان عليا يا عاطف؟ صعبان عليك ليه؟ عشان متغمي وما انتش عارف عدوك من حبيبك. قصدك ايه؟ انا هقول لك وخلص ضميري قدام ربنا. ما تتكلم. شوقي، شوقي اللي عامل فيها صاحبك وحبيبك ناوي يهاجر على لبنان، بس بعد ما يسرقك ويخلص منك. انت كدابه، شوقي مش ممكن يعمل معايا كده. صدقني يا عاطف، هي دي الحقيقه. بأمرة التعبان اللي كان عايز يموتك بيه، بس باظت منه. انا كده خلصت ضميري قدام ربنا. السلام عليكم. ماشي يا شوقي، انا تعمل معايا كده؟ شفت بقى عم الشيخ، صوره ليا بجلابيه في جامع في صلاه فجر، تحولني لارهابي في نظرهم للدرجة دي؟ الجهل والسطحية، ولا تفتكر ده مقصود؟ مفيش حاجة بتتعمل من الحكومة يا ابني مش مقصودة. دول بيحسبوا الصغيرة قبل الكبيرة. في حاجة في بلدنا يا آدم اسمها سياسة التجويع. سياسة التجويع؟ أيوه، سياسة التجويع. لو بص تطلع ورقة من مصلحة حكومية تاخد لها أسبوعين، لو حبيت تروح مشوار 5 كيلو توصل بعد ساعتين، لو رفعت قضية يتحكم فيها بعد 10 سنين، وده كله تبع سياسة التجويع اللي حطتها الحكومة وعملت جدول مشاكل وهموم علشان الشعب ما يفكرش لا في السياسة ولا كرسي. ياه، طب وليه اللفة الطويلة العريضة اللي ملهاش لازمة دي؟ ما هم لو احترموا الشعب وادوهم حقوقهم بما يرضي الله هنحب ونحترم اللي قاعد على الكرسي. والله عندك حق يا آدم يا ابني. ده انت اللي عندك حق يا مولانا. فعلا قدروا يقسمونا ويخلونا مركزين بس انت اهلاوي ولا زملكاوي، انت مسلم ولا مسيحي، ابيض ولا اسود، صعيدي ولا فلاح، المهم يقسمونا وخلاص، وتفضل الفتنة عايشة جوانا، مع إن ربنا خلقنا على فطرتنا بنحب بعض إخوات. والله يجازيهم بقى بتوع السيمة، خلوا أي واحد بجلابية وبدقن يبقى إرهابي. استغفر الله العظيم. أي والله يا آدم، ربنا يستر على البلد. اللهم آمين. وبعدين يا جماعة، الوقت عمال يعدي وإحنا مش عارفين نعمل أي حاجة. وآدم مفيش ولا حس ولا خبر. انا كل ما افكر في الموضوع ده بتجنن. وبعدين ابتديت اخاف لا يكون عيان، ده ما عندوش حد يساعده ولا يبقى جنبه. يا نانسي فانا لا ولا فالك. نانسي عندها حق، تفسر بايه اختفاء ادم الغريب ده؟ ده حتى ما فكرش يتصل بكلمه تليفون بالشارع يطمنا عليه، وكمان اهله ما عرفوش عنه اي حاجه. انت عرفت منين؟ عديت اطمن عليهم واسالهم يمكن عارفين عنه اي حاجه، طلعوا ما يعرفوش اي حاجه عنه. اتفضل. وبعدين الوقت عمال يعدي واحنا متكتفين ومفيش بايدينا اي حاجه نعملها. يا جماعه الصبر مش كده، الموضوع كبير ولا انتوا مش واخدين بالكم؟ اي غلطه فيه ممكن جدا تعرض حياه ادم للخطر. يعني هو دلوقتي حياته اللي مش في خطر؟ ما نعرفش. يا ترى مين اللي واخد باله منه بس؟ ربنا موجود يا نانسي. بص يا منصور، تعالى نتفق اتفاق رجاله،
ملفك هحرقه وهديك فرصة تبتدي من جديد من غير ولا سبقة. ازاي بس يا باشا؟ كده وانا قد كلامي. اه بس الطوعان طوعك طوعك فيها يا باشا. تدلني على مكان سيد جيجا يا منصور. سيد جيجا؟ ما اعرفش حد بالاسم ده بيه. جيجا مين يا باشا؟ تمام. شكل كده عاوز تفضل في الوساخه اللي انت فيها، مش عاوز تنضف يا وسخ. ولاش ضمننا يا باشا هتعمل لي اللي انت قلت لي عليه؟ هو في ثواب بتشال يا باشا؟ من غير ضمانات يا روح امك. انا كلمتي ياض لوحدها كفايه. ها حاضر يا باشا، هنفذ اللي انت قلت لي عليه. حلو اهو كده. انت يا منصور عاوز تنضف من الوساخه اللي انت فيها وانا هنضفك. قول يا انت يا بغل اللي اسمك تيسي. اتكلمنا انا ياض؟ ده انت هتموت النهارده. انت اللي هتموت النهارده. في ايه يا انا مرزوق خطيب بطه يا روح امك، وجاي اعلمك الادب النهارده. خلاص الاوليه اسكت يا اوليه. اخلص يا اوليه. بقول لك ايه، من النهارده ما تتعرضش البطه او اي حد في عيله عم امين. فاهم ياض؟ فاهم ياض؟ خد خد فلوسك النكسه اهي. هات هات. فين الوصل يا بقى؟ هات الوصل. اول وصله اهو. يلا اخلص. فين؟ فو عليك وعلى امك. اوعى عليا. وصل ايه ده ناي؟ خدني على اخوانا يا امه، خدني على اخوانا. طب تعالى يا حبيبي، تعالى يا حبيبي، ما تزعلش. تعالى اتفرجوا عليه، اتفرجوا عليه. تعالى يا حبيبي، انت تعبت النهارده، تعالى. خليت الاندال يضربوك، كل الناس متغاظة منك يا حبيبي. اه يابا. قضيها رقم اتنين خلع حوار شخصية. العقيد سيف الحديدي. حضرتك جاي بصفتك المهنية ولا بصفتك الشخصية؟ بصفتي الشخصية. أنا جوز الهانم والمختصم في قضية الخلع اللي رفعها عليا. وإيه أقوالك؟ أقوالي أنا بحبها وما أقدرش أعيش من غيرها. وكل اللي انا محتاجه انها تديني فرصه عشان اثبت لها حسن كلامي. انت موافقه على العرض ده؟ لا يا سياده الريس، مش موافقه. معلش معليك، بس اصل هي اعصابها تعبانه يعني، واخده على خطرها مني. ايه ما تلم الدور بقى كده وتخلي عندك دم، عيب كده. ما تبطل انت بقى تتهم كل الناس عشان تفضل صح طول عمرك. وايه هي اسباب رغبتك؟ مش قادره يا سياده الريس، عشتي معاه تعبتني نفسيا. صح موفر لي كل حاجه من اكل ولبس وشرب، بس ده مش كل حاجه. ناقصني اهم حاجه في الدنيا، ان يعاملني زي البني ادمين. شفت معاليك قالت بعضمك يا سنه ان انا مكفيها من ساسها لنصرها، والست ده مؤاخذه عايزه غير كده. سيبك بقى انا معاليك بقى من حكايه الكافيهات، وعايز اروح كوافير وعايز مش عارف ايه، ده كلام فاضي. لكن نسوان على الفاضي، انا مش فاضي، انا راجل امن دوله. انت قدام محكمه اتكلم بادب. وانت ايه ردك على الكلام ده؟ أنا مش موافقة يا سيادة الرئيس، ومصرة على موقفي. حكمت المحكمة بقبول دعوى الخلع شكلا وموضوعا، رفعت الجلسة. وحشني يا صاحبي. ما يوحشكش غالي. مالك كده مهمل في نفسك وعامل زي الشحات اللي على الحديده؟ ده شكلي طول عمري يا شوقي. بقول لك ايه، هو انت اتصرفت في حاجه من البضاعه بتاعتك؟ لا لسه. اه عشان كده معفن زي ما انت. ايه هو انت بعت نصيبك ولا ايه؟ لا مش كله، اتصرفت في حتتين كده قلت اشبرق بيهم نفسي. ايوه يا شوقي، بس انا خايف اروح ابيعهم يكون البوليس قاطرهم ونروح كلنا في داهيه. لا ما تخافش، انا عندي حد يشيل منك الحته ب 10,000 جنيه.
كلامي ايه ده؟ دي مجوهرات، لما سألت عليها عرفت انها تجيب اكتر من كده بكتير. يا سلام، ده لو ما يكون معاك فاتورة. انما انت يا خفيف عايز تطيرها في الضلمة. لا يا عم، انا هكمرهم عندي لحد ما تهدى الامور. براحتك يا صاحبي براحتك، انت حر. انا بس كنت عايز اطمن عليك، احسن تكون رميهم في درج كده زي عوايدة كل حاجة. لا يطمن، في حتة امان. هنا في الوكر ولا في حتة تانية؟ بتسأل ليه يا شوقي؟ لا جرى يا عاطف، ده انت صاحبي صاحبي، انا عايز اطمن عليك. الله، مصلحتك تهمني. اطمن عليا يا شوقي، انا شايلهم في درج الدولاب هنا عندي جوه. طمنتني. كل 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 يا صاحبي، الله يطمن قلبك.